والذي حقق انجازات كبيره على مستوى البطوله الامريكيه الاملاس، وكذلك الافضل في منطقه الشرقيه التي ينتمي اليها، اضافه الى تحقيقه الكثير من الالقاب على الصعيد القاري في منطقة الكونكاكاف وحتى ما بين الأمريكيتين. كرة خطيرة لزلاتان، زلاتان إبراهيموفيتش، زلاتان 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 إبرا يتمكن في أولى الدقائق، دقائق معدودة مع باريس سان جيرمان لتظهر الأهداف. الآن هو صاحب المتعة، هو صاحب الحس التهديف في جيريمي مينيز في كرة بينية رائعة. زلاتان أخذ كل وقته، راوغ وسدد، راوغ باليمينية ليسدد باليسارية أول أهداف المباراة. وقلت لكم سنتمتع بلقاء كبير في أول لمسة، في أول همسة، في أول حضور، في أول حضور لهذا الواقعة، لهذه الواقعة والموقع.